السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا الشكل دوت باستخدام ان احنا عملنا ماس وعملنا كيرتن سيستم زي ما شرحناها على قناة بيماريبيا، ممكن اجي هنا اعلم على اي قطعة من دول واقول له ان دي امتي، فيعملها لي كأنها مفرغة او غير موجودة بالشكل دوت. طيب لو عايز اخلي في واحدة بلون اخر بكل بساطة اقدر اعمل سيلكت عليها كده، اجي هنا واروح دايس تاب واقول له ايديت تايب واقول له اعمل منها دوبليكيت واديله ماتيريال مختلف، تمام؟ وليكن مثلا الفريم اهوت، هو بيبدأ بقى ياخد المعلومات، تقدر تغير اللون تغير كل حاجة زي ما انت عايز اهوت، فيتغير معايا اللون. ممكن تروح معلم مثلا عن صف معين مثلا حاجة زي كده، تديها نفس الماتيريال فيبدأ يديك حاجة بالشكل ده، تقدر تشكلها زي ما انت عايز.